silakan peserta yang ke-8 yang akan memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim bermula ayat 45 surah Al-Anfal dengan tarannum wajib, nahwan dan ras. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم
فَلَمَّا نكص على عقبيه نكص على عقبيه وقال إني بريء وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء غر هؤلاء ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم
كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, peserta yang ke-8 itu tadi ialah Encik Anwar bin Hasin mewakili negeri Perak Darul Ridwan. Saudara, sesungguhnya umat Islam dituntut mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan penuh keimanan. Kerana ketaatan yang tidak sepenuhnya akan membawa kepada perselisihan dan perpecahan. Akibatnya semangat menjadi lemah dan hilang kekuatan. Oleh itu saudara, sentiasa bersabar dan cekal hati dalam menghadapi segala kesukaran, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama orang-orang yang sabar.